السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، حياكم الله من قناه السعوديه في نشره الاخبار الاولى والبدايه بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يستقبل عددا من مسؤولي وزاره العمل وممثلين من اصحاب المهن المختلفه. المملكه تتبرع بنصف المليار دولار لتمويل خطه الاستجابه السريعه في اليمن. والامم المتحده المملكه والامارات اكبر المانحين لليمن اهلا بكم استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود في قصر اليمامه في الرياض اليوم عددا من مسؤولي وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه وممثلين عن العاملين من اصحاب المهن المختلفه في القطاع الخاص. وقد اكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال اهتمام الدوله الكبير بقطاع العمل والتدريب وتشجيعها على الاستثمار في هذا المجال ليتولى المواطن السعودي مسؤوليه النهوض ببلده في مختلف المجالات. حضر الاستقبال وزير العمل والتنميه الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله أبو ثنين أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير امام مجلس حقوق الانسان في جنيف اليوم ان موقف المملكه ثابت لا يت... او تجاه القضيه الفلسطينيه داعيا المنظمات الدوليه الى الوقوف مع الفلسطينيين وتحقيق حصولهم على دولتهم المستقله عاصمتها القدس الشرقيه وفي الشان اليمني شدد الجبير على ان المملكه تدعم الحكومه الشرعيه ضد الميليشيات التي انقلبت على الشرعيه مشيرا الى ان المتمردين الحوثيين يستخدمون المدنيين والأطفال دروعا بشرية وأشار الجبير إلى أن إلى أن وفرت كافة أشكال الدعم لأبناء اليمن مضيفا إلى أن المملكة قدمت المليارات خلال مؤتمر المانحين التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير على هامش أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وزير خارجية بولندا يانسيك تشابوتوفيتش وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبولندا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية كما التقى وزير الدوله للشؤون الخارجيه على هامش اعمال الدوره الاربعين لمجلس حقوق الانسان وزيره خارجيه السويد مارجوت وولستروم وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيه بين المملكه والسويد وسبل تعزيزها في مختلف المجالات اضافه الى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وابرز المستجدات الاقليميه والدوليه. وفي الشأن المحلي وبمناسبه مرور 75 عام على تاسيس اول غرفه تجاريه بجدة دشن صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل امير منطقه مكه المكرمه فعاليات الاحتفال وذلك بمركز جده للمنتديات نتابع تحت رعايه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقه مكه المكرمه صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان ومحافظ جده صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد فعاليات احتفال غرفه جده بمرور 75 عاما على تاسيسها وذلك بمركز جده للمنتديات. نحتفل بمرور 75 سنه وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وناب عنه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة تعيش كل جدة هذه التظاهرة والمناسبة جدا عزيزة علينا ومرور 75 سنة على أول غرفة جارية غرفة جدة إن شاء الله المستقبل فيها أفضل بكثير بإذن الله مما مضى غرفة جدة كان لها دور كبير وكان لاعضاء مجلس الاداره كذلك دور لانهم انتقلوا من اغلبيتهم انتقلوا من القطاع الخاص الى قطاع الدوله. حرصت الغرفه ان تتعايش الفعاليات المصاحبه مع انجازاتها في التنميه الوطنيه طيله مسيرتها في خدمه الحركه الاقتصاديه والتجاريه. فدوى الطيار من جده. التقى صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز امير منطقه الرياض. اليوم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله السعدان الذي قدم للسلام على سموه عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه في منصبه وأعرب أمير الرياض عن فع أو عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء عمله وخدمة الوطن. راس صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز امير المنطقه الشرقيه امس اجتماع مجلس المنطقه الثامن لدور الانعقاد السابع ونوه امير المنطقه خلال الاجتماع بما تضمنته ميزانيه هذا العام من نسب انفاق عاليه لجوانب تنمويه واستعرض المجلس الميزانيات المخصصه للجهات الحكوميه بالمنطقه واعتماداتها الماليه للمشاريع التنمويه للعام المالي الجاري وطالب الامير سعود بن نايف جميع مدراء الجهات الحكوميه بمتابعه المشاريع المعتمده مد والاشراف على مراحل تنفيذها من جهه ثانيه التقى سمو امير المنطقه الشرقيه خلال مجلس الاثنينيه الاسبوعي القائمين على مهرجان تمور الاحساء المصنعه للعام الجهري والحافظ لكتاب الله الحائز على المركز الاول في مسابقه خادم الحرمين الشريفين لتلاوه القران الكريم مجاهد الردادي وثمن الامير سعود بن نايف عمل وجهد جمعيه تحفيظ القران في المنطقه مشيرا الى الابداع والتميز الذي قدمه مهرجان التمور والتنافس الكبير فيه. ورحب أمير المنطقة بمستفيدي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء كما رحب بطلاب مدرسة النابية المتوسطة والثانوية ترأس صاحب السمو الامير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد امير منطقه نجران جلسه مجلس المنطقه بحضور سمو نائب امير منطقه نجران، واستعرض الامير جلوي بن عبد العزيز والاعضاء ميزانيات الادارات الحكوميه المعتمده للعام المالي الجاري والتي قاربت ملياري ريال، كما تطرق سمو نائب امير المنطقه الى نتائج جولته على المحافظات مطالبا في هذا الصدد العمل على تعزيز الخدمات التنمويه والتسارع في تنفيذ المشاريع او في مشاريع النقل كما اطلع المجلس على تقرير النتائج والجولات الميدانيه على مشاريع المنطقه من جهة أخرى أسس أمير منطقة نجران اليوم وحدة تحقيق رؤية المملكة 2030، واستعرض الأمير جلوي بن عبد العزيز مهام الوحدة الجديدة التي تهدف إلى جعل المملكة أنموذجا لبلدان العالم على جميع المستويات، لا سيما الجانب الاقتصادي الضامن لها مزيدا من الحضور والتمكين دوليا. وأكد أمير المنطقة مضاعفة الجهود لتحقيق هذه الرؤية، مشددا على العمل الدؤوب والمستمر. راس صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز امير منطقه القصيم رئيس مجلس المنطقه اليوم جلسه مجلس المنطقه واستعرض المجلس محضر اللجنه المكلفه بدراسه الاستفاده من اراضي الاسياف في مشاريع حيويه تخدم المنطقه ومحضر اللجنه الدائمه لتنسيق المشاريع كما ناقش نتائج وملاحظات تقرير ديوان المراقبه العامه بشان اداء بعض فروع الاجهزه الخدماتيه بالاضافه الى تخصيص يوم في العام لعرض ما لدي الجهات الحكوميه من مشاريع لتحقيق رؤيه عشرين ثلاثين من جهه ثانيه استقبل سمو امير منطقه القصيم اليوم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقه بالانابه احمد الحمودي ومدير عام جوده التدريب بالمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني المهندس عبد الرحمن المرواني وفريق خبراء الاعتماد الامريكي واطلع الامير فيصل بن مشعل على مراحل التقييم الميداني لمنظمه الاعتماد الامريكي لعدد من الكليات التقنيه بالمنطقه، وثمن سمو امير المنطقه للجميع ما يؤدونه من مهام تؤكد تطبيق مختلف المعايير العلميه لضمان جوده التدريب. اشاد صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز امير منطقه حائل بما نال تعليم المنطقه من جوائز التميز لوزارة التعليم جاء ذلك خلال لقاء سموه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف الثويني وأعرب الأمير عبد العزيز بن سعد عن شكره لمنسوبي التعليم الذين حققوا التميز على مستوى المملكة وكرم أمير المنطقة عددا من المعلمين المتميزين لحصولهم على المراكز الأولى في جائزة التميز وقدم تانئة للمكرمين والمكرمات ولتعليم المنطقة بهذه المناسبة كما كرم الامير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز امير منطقه حائل ثلاثه من ممتهني الطب بالمنطقه اسهموا في انقاذ مصاب في حادث مروري واثنى امير المنطقه على عملهم الانساني والمهني مؤكدا ان موقفهم كان امرا غير مستقرب على بنات وابناء هذا الوطن المعطاء أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير أن راحة المواطن من أولى الاهتمامات التي يحرص على تحقيقها قائد التنمية خادم الحرمين الشريفين. جاء ذلك خلال زيارة الأمير تركي بن طلال التفقدية لمحافظة الأمواه وذلك للوقوف على سير العمل في الإدارات الحكومية وتلمس احتياجات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وناقش مع مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز وأعضاء المجلسين البلدي والمحلي سبل دفع عجله التنميه في المحافظه مستمعا الى مطالب ومقترحات الشباب وطموحاتهم المستقبليه كما شرف حفل الاهالي الذي اقيم بهذه المناسبه تفقد صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز امير منطقه الحدود الشماليه مركز لوغا والتقى الامير فيصل بن خالد خلال الزياره شيوخ القبائل وجموع المواطنين في مقر المركز موضحا ان الهدف من زيارته هو تحقيق تطلعات القياده لتوفير جميع الخدمات المتكامله لابناء المنطقه بالمستوى اللائق والتاكد من تطبيق الانظمه وتقديم الخدمات بالشكل الامثل وشملت جوله سمو امير منطقه الحدود الشماليه زياره قريه الدويد كما تفقد سمو امير منطقه الحدود الشماليه قريه زباله التاريخيه ووقف الامير فيصل بن خالد على مشروع التنقيب الاثري الذي يستهدف توثيق الموقع وحصر الوحدات المعماريه وبعض الاواني والمقتنيات الاثريه وشدد امير المنطقه على ضروره العنايه بالمدينه التاريخيه وبالمقتنيات الاثريه الغنيه بها وتدريب المشاركين من اهالي المدينه الاثريه على اهم اساليب المحافظه على مقتنيات هذا الموقع التاريخي كما اطلع سموه على نتائج فريق التنقيب مبديا امله في الوصول لاكتشافات جديده بناء على ما تم اكتشافه في السابق. قام صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز امير منطقه جازان بالنيابه امس بزياره تفقديه لمقر قوه الطوارئ الخاصه بمنطقه جازان واثناء وصول سموه لمقر الحفل شاهد عددا من العروض وال الفرضيات الخاصة بقوة الطوارئ، كما اطلع أمير المنطقة بالنيابة على معرض الأسلحة والآليات المستخدمة، مستمعاً لشرح مفصل عنها. وفتح سموه خلال الجولة ميدان التكتيك والتدريبات العنيفة، وشاهد فرضية المواجهة وفق خطط وآليات التكتيك والاقتحام، منوهاً بالدور الفاعل لرجال الأمن وتفانيهم في أداء مهمهم الأمنية. التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ اليوم وزير خارجيه جمهوريه قرغيزستان جنجيز ابراكوفوف او جنجيز إدرابيكوف وأشار آل الشيخ إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ولا سيما على الصعيد البرلماني من جانبه أكد وزير خارجية قرغيزستان أهمية المكانة التي تقودها المملكة والتأثير الهام لدورها في المنطقة والعالم من خلال سياستها المتزنة والهادئة منوها بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشورى في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين نشرتنا مستمره وفيها بعد الفاصل قافله ركائب تستكشف المقومات الجغرافيه والثروات وسط الربع الخالي وفي الشان العربي والعالمي التقى المستشار بالديوان الملكية المشرف العام على مركز الملك سلمان للغاثه والاعمال الانسانيه الدكتور عبد الله امس نائب وزير الخارجيه النرويجي اودون هانفورسين وذلك على هامش مؤتمر المانحين لليمن لعام 2019 والمنعقد في مدينه جنيف واستعرض الدكتور الربيع خلال اللقاء خدمات المركز الاغاثيه والانسانيه المقدمه ل 42 و دوله حول العالم وجهود المملكه المستمره ممثله بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك لمساعدة الأشقاء اليمنيين من آثار انقلاب الميليشيات الحوثية وأيضا المشاريع التي نفذها المركز للتخفيف من معاناتهم أعلن المستشار بالديوان الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة خلال مؤتمر المانحين عن تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019 إضافة إلى ما أعلن عنه منذ بداية هذا العام والمتمثل في مبادرة إمداد لدعم اليمن أو لدعم الأمن الإغاثي والغذائي والتغذيه في اليمن البالغ 500 مليون دولار امريكي مناصفه بين المملكه ودوله الامارات العربيه المتحده وكذلك مبادره المملكه والامارات لدعم رواتب المعلمين في اليمن بمبلغ 70 مليون دولار امريكي وعرب الدكتور الربيع عن استعداد المملكه لاستضافه مؤتمر المانحين لليمن لعام 2020 بالعاصمه الرياض الحضور الكرام يسعدني ان اعلن عن تبرُّع المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019 ميلادي هذا واوضح سفير المملكه لدي اليمن المشرف علي البرنامج السعودي للتنميه واعمار اليمن محمد ال جابر ان المملكه قدمت دعما للاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني بمبلغ مليارين و200 مليون دولار إضافة إلى وديعة سابقة بقيمة مليار دولار وأكد السفير عن تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019 وذلك باعتبارها أكبر الداعمين لليمن وللخطة الأممية للاستجابة الإنسانية وبين الجابر أن الدعم لم يقتصر على توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية بل تم دعم اليمن بال. المشتقات النفطيه منوها باهميه هذه المنحه التي تم توجيهها لمحطات الكهرباء في اليمن وبلغ حجم هذا الدعم 60 مليون دولار شهريا لاكثر من عشر مليون مستفيد مشيرا الى انه تم انفاق دعم المملكه والامارات والكويت على او اتفاق على برامج اثنتي عشرة منظمة تابعة للأمم المتحدة تعمل في أحد عشر قطاع إضافة إلى الشراكة مع منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية وللحديث أكثر يلتحق بنا هاتفيا من جنيف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيحة أو الربيعة مرحبا بك دكتور عبد الله أهلا بك وبالإخوة والأخوات المشاهدين دكتور عبدالله، المملكة أكبر المانحين لليمن بتبرعها بنصف مليار دولار لعام 2019 إضافة إلى ما أعلنت عنه من دعم لمؤتمر المانحين للعام المنصرم. كيف تصف هذا الدعم الكبير لليمن وشابه؟ هذا الدعم أولا يؤكد مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن نعم عبد العزيز حفظهم الله بالشان اليمني هم المملكه العربيه السعوديه هو امن واستقرار اليمن ورفع معاناه الشعب اليمني الشقيق هذا الاعلان الذي تم يوم امس في مؤتمر المانحين اذا ما جمعت التزامات المملكه في هذا العام 2019 مجموعها تبلغ 785 مليون دولار منها 500 اعلان جديد و وخمسين امداد و35 هي حصه المملكه في دعم رواتب المعلمين في اليمن. وهذا الالتزام كذلك له دور كبير جدا في كل نواحي الحياه للشعب اليمني من غذاء وصحه وكذلك دعم مجتمعي ورعايه النازحين اليمنيين آه هذا هي رساله ساميه تؤكد دور المملكه العربيه السعوديه الريادي في اليمن الذي لم يكن حديث العهد بل يعود بنا الى سنوات عديده وعقود ماضيه كلها خير ورخاء ودعم للاخوه آه اليمنيين. نعم دكتور عبد الله كيف ترى اثر هذا الدعم في الداخل اليمني؟ بلا شك ان هذا الدعم سوف يكون له اثر كبير، لو عدنا للعام الماضي 2018 نجد ان دعم المملكه العربيه السعوديه كان له اكبر الاثر في تخفيف المعاناه اليمنيه وهذه بشهاده المنظمات الامميه يوم امس في مؤتمر المانحين كانت هنالك اشادات كبيره من الامين العام للامم المتحده وكل قيادات الامم المتحده بجهود المملكه وكذلك اشادات بتقديم المنحه الكبيره للمملكه العربيه السعوديه والجميع ذكر ان هذه المنحه سواء هذا العام او العام الماضي كان لها اكبر الاثر في تخفيف معاناه الشعب اليمني والعلي اذا سمح الوقت ان اذكر ان هنالك رساله واضحه للعالم ان المملكه نعم. تمد اليمن بالغذاء والدواء وكل ما يحتاجه بينما نجد هنالك ميليشيات مسلحه مدعومه من ايران تقوم بقتل ونهب الشعب اليمني وكذلك اعاقه المستعادات الانسانيه التي هي من ابسط حقوق الشعب اليمني الشقيق نعم اذا المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه الدكتور عبد الله ربيعه شكرا جزيلا لك وزع مركز الملك سلمان للغاية الأعمال الإنسانية أمس أكثر من ثلاثة آلاف كرتون من التمر على النازحين والمتضررين في عدة قرى بمديريتي الحزم والخلق بمحافظة الجوف استفاد منها أكثر من تسعة عشر ألف فرد وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز ميدانيا حرر الجيش اليمني وبمساندة مدفعيات التحالف العربي مواقع استراتيجية في جبهة عاكفة بمحافظة صعدة وعقب معارف أو معارك ضارية نجح الجيش في السيطرة على سلسلة جبال المقصوص ومواقع محيطة بها هذه المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين الحوثيين علاوة على استعادة قوة الجيش كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة وفي محافظة البيضاء لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي حتفهم وأصيب العشرات فيه هجوم فاشل شنته عناصر التمرد على مواقع لقوات الجيش بمديريه ناطع فيما تمكنت وحدات من الجيش من صد هجوم شنه الانقلابيون على جبل صوران الاستراتيجي التي تسيطر عليها قوات الشرعيه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن المملكة والإمارات أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في اليمن وتعهدت الأمم المتحدة ومانحون دوليون بتقديم مليارين وستمائة مليون دولار لضمان استمرار وتوسيع نطاق عمليات المساعدة الإنسانية في اليمن ويمثل إجمالي هذه التعهدات خلال المؤتمر الذي عقد في جنيف لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة اليمنية الإنسانية زيادة بنسبة 30% مقارنة بتبرعات العام الماضي البالغه ملياري دولار وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة هانوي الفيتنامية وذلك في إطار قمة مرتقبة تجمعه اليوم بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حيث أن القمة الثنائية ستبحث آلية نزع السلاح النووي الكوري في ظل ضغوطات دولية تطالب بيونج يانغ بإنهاء هذا الملف والذي على أثره سترفع أو سترفع كافة العقوبات الدولية ترامب أدلى بتصريحات قبيل انطلاق القمة أشار فيها إلى أن كوريا الشمالية ستكون محورا اقتصاديا كبيرا حال تخلصها من ترسانتها النووية وتأتي المحادثات بعيد ثمانية أشهر عن من قمة تاريخية عقداها في سنغافورة صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغي حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك وذلك بهدف وقف الهجرة السرية إلى بلاده وانضم أكثر من عشرة نواب جمهوريين إلى أقرانهم الديمقراطيين في تأييد مشروع القانون الذي تم إقراره في النهاية بأغلبية 245 نائبا مقابل 182 قافلة ركائب رحلة تقل مئة مغادر إلى وسط الربع الخالي أقصى جنوب المملكة وتحمل هذه القافلة الكثير من المفاجآت للمغامرين لاستكشاف مقومات جغرافية تزخر بها المملكة نتابع في أكبر منبسط صحراوي رملي في العالم بدأ قرابة مئة مغامر في رحلة فريدة من نوعها وسط أرجاء الربع الخالي لاستكشاف خصائصها وأسرارها المدفونة في الرمال الذهبية رحلة استكشافية جاءت من تنظيم قافلة ركايب ترتكز في منطلقاتها على المقومات الجغرافية والثروات التي تزخر بها مناطق المملكة تاريخيا وجغرافيا حيث تقوم قافلة ركايب إحدى البرامج التي يقدمها نادي الإبل برحلة جريئة محفوفة بالكثير من المفاجآت للمغامرين والمستكشفين حول العالم الرحله بدات من مدينه اوبار التاريخيه على حدود المملكه مع عمان في اقصى الجنوب وستنتهي في امثله أم في واحه يبرين حيث ستمر القافله خلال مسيرتها بالعديد من النقاب منها الدكاكا والسواحب والسنام والجبان وصولا لواحه يبرين شمال صحراء الربع الخالي وتستغرق الرحلة 26 يوماً يستكشف خلالها الرحالة الحضارات القديمة في الصحراء والحقول النفطية إضافة إلى أنواع عديدة من الطيور والنباتات النادرة فيها ولتحمل مشاق الرحلة والاستمتاع بها عملت القافلة على تدريب المشاركين على كيفية التعايش مع البيئة الصحراوية واستخدام الخرائط وتتبع الأثر علاوة على مهارات الكشفية الأساسية وذلك خلال معسكر أقامته قبيل انطلاق الرحلة. قافلة ركايب انطلقت بدعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد كثاني رحلة استكشافية في المملكة تحظى بدعم حكومي بعد الرحلة الأولى. في عهد الملك المؤسس قبل تسعين عاما توقعت هيئه الارصاد وحمايه البيئه في تقريرها عن حاله الطقس لهذا اليوم انخفاضا في درجات الحراره على مناطق تبوك والجوف والحدود الشماليه ورياح نشطه مثيره للاتربه والغبار على مناطق الشرقيه والرياض والقصيم حائل والمدينه المنوره ومكه المكرمه والباحه وسماء غائمه جزئيا على مرتفعات عسير وجازان ونجران مشاهدينا الكرام نشره الاخبار انتهت ولم يتبقى سوى التذكير بابرز العناوين خادم الحرمين الشريفين يستقبل عددا من مسؤولي وزاره العمل وممثلين من اصحاب المهن المختلفه. المملكه تتبرع بنصف المليار دولار لتمويل خطه الاستجابه السريعه في اليمن. والامم المتحده، المملكه والامارات اكبر المانحين لليمن. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه ودمتم في رعايه الله وحفظه